بعض الأطباء في المستشفيات الأهلية يطلب فحوصات إضافية لا حاجة لها. يقول السائل: نرجو التوجيه. الله في الواقع على الطبيب أن يتقي الله، ومن مبادئ الطب أن يكون هناك من الطبيب وهو يبدأ في مجاورة عمله أن يقسم وأن يتعامل مع رب العالمين في أن يكون عمله عملا متقنا. رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، فيجب عليه أن يتق الله، ويجب عليه كذلك أن يشعر بمشاعر هؤلاء المرضى الذين هم في الواقع تحت رحمة الله سبحانه وتعالى ثم أيدي الأطباء. فينبغي للأطباء أن يتقوا الله وألا يكلفوا المرضى ما لا حاجة لهم به، لأن هذا في الواقع يعني قد يكون هذا طمع من الأطباء لأن لهم نسبة في العلاج ونحو ذلك. فإذا كان الغرض من ذلك هو استعجال أو استغلال المريض نفسه فهذا لا يجوز، وحرام على الطبيب أن يفعل ذلك. وأما إذا كان الطبيب يرى أن من أسباب يعني كشفه واستقصائه المرض وتقديم العلاج هذا الذي يفعله فله الحق في ذلك، والله أعلم.